هفتح ازاي انا دلوقتي؟ ايه ده؟ انت نمت ولا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ اللوستة الحلاق ده عايزكم. اقدم لكم المعجزة. عبد الستار طلعنا منه 6 أمصال ل6 أوبئة حوالين العالم كله. هل انت يا باش مهندس لقيت علاج لداء السكتة؟ الظاهر يا فندم محدش عد عليك. الموضوع كله مجرد طلع إشاعة. أتاري بقى في قوة خارجية كانت بتستهدف أمن وأمان مصر. يعني حدوتك كانت كده. أيوة يا دكتور، بس مسعدة وقعت ساكتة من غير ولا نقطة نفس. يا فندم مسعدة مجرداش حاجة. مسعدة دي مجرد جالها شوية يعني هبوط كده هو، وعلقنا لها محلول رز بلبن وبقت زي إيه؟ فل. أختي علق لها محلول. علقوا لي رز بلبن. يلا دكتور هنجيب لك رز بلبن. رايحين نجيب لك رز بلبن. فيني قومي ده انت وقعتك بيضه. ايه يا اختي؟ سلمى وفاء. على طول انت عارف هيقعدوا للصبح يرقصوا ويغنوا ويزيطوا لغايه الصبح. يعني انت متاكد ان هم جوه بيرقصوا وبيهيصوا وبيزقططوا؟ ايوه يا اسطى انا عارفهم، دول مراويش وانا عارفهم. هيقعدوا يرقصوا ويغنوا لغايه الصبح. والا بقى قطتي لو شفتها وهي بترقص. قطتك تطلع ايه؟ قطتي معاهم هناك بترقص كمان. المهم ما علينا. ايه؟ سيبهم بقى يفرحوا ويهيصوا، خصوصا بعد ما طلع موضوع الفيروس ده شاع. ايوه يا اسطى صح، اللي هو H1N1 سوينج فلو صح؟ انا خلاص مش قادرة، جسمي كله ممل. انا تعبت. السناني بتلق بس مش مهم، هقضيها سوايل. انا اللي مزعلني اني نفسي اجيب سلمى من سعراء بس مش قادرة، لكن ممكن اعمل كده. اللي حصل لنا ده حرام عليكم، كفاية اللي انا فيه. اشكرك يا رب، انا شفتكم بعد ما صرختي كده. ايوه يبقى انا لسه بشوف. يا ادمان بس هي دي صورتك يا ست يانم. يلا خلينا كلنا نتطهر. ايوه يا بنات اللهلوطي، بس عيب، احنا كان لازم نمسك نفسنا شوية. يلا معلش، اللي حصل ده اسمه نصيب، كان لازم يحصل يا اخواتي، كان لازم يحصل. وبعد كده لازم نفتح صفحة جديدة وننسى اللي عملناه في بعض واللي قلناه عشان نقدر نعيش مع بعض، اتفقنا؟ الله يكون كل الكلام لك وكلي كده صح جدا، صح خالص. بس يعني المهم ان انتي عقلك فيكي لسه، لانك انتي الاعقل واحدة في ذا. ايه ده انا علقت ولا ايه؟ بصوا يا بنات، ما تنسوش كل واحدة مننا كل اول شهر تروح تاخد من البنك من وديعتها 4300 جنيه. ولا ايه وفاء؟ ايه بتقولي؟ ايه اصل انا مش عارفه الضربه اللي انت ضربتيهالي دي كانت على راسي ولا كانت على ودني. تقريبا يعني كانت على ودني، لان انا حاسه ان انا